يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من كانت لديه مؤسسة معنية بالنقل الجمركي وهي خاصة به، هل هذه الشركة جائزة؟ نعم. يقول هل من كانت لديه مؤسسة معنية بالنقل الجمركي؟ الله، المشاركة في الأمور التي لا تجوز لا تجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يبتعد عنها، والأرزاق كثيرة ولله الحمد. نعم.